By the name of Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are welcome with the towards every day with Mustafa Taha. Akhwan, مصطلحات لهذا اليوم. الأول راح يكون pull over. ومعناته توقف بجانب الطريق أو اركن جانبه. توقف بجانب الطريق أو اركن جانبه. أما كلمتنا الأخرى هي useful. ونفسها طبعا أخوان تجي أيضا helpful. يعني معناتها مفيد. معناها مفيد. أمثلتنا راح تكون المثال الأول please. Pull over. The car near this house. رجاء اركن السيارة قرب ذلك المنزل. أما المثال الآخر فراح يكون give me. Just one thing useful. يعني أعطيني شيء واحد مفيد. هذا لما يكون واحد مدلك أكيد. تحياتي للجميع.